فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجوز إذا أطال الإمام وأنا لا بد لي من مفارقته لحاجة، هل يجوز أن أنوي الصلاة منفردا وأكملها وحدي؟ نعم، إذا عرض للمأموم عارض يقتضي أنه ينفرد، مثل مرض أصابه مرض ولا يستطيع أنه يستمر، فله أن ينوي الانفراد ويكمل صلاته خفيفة ويخرج، أو أنه خشي على تلف ماله أو ضياع ماله، فإن له أن ينفرد ويكمل صلاته ويسلم ويذهب لحفظ ماله وما أشبه ذلك من الأعذار. أو خشي أنه تفوته الرفقة يبي يسافر، خشي أنه إذا استمر مع الإمام الرفقة يسافرون، فله أن ينفرد ويكمل صلاته ويلحق برفقائه للسفر. نعم.